موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا ومرحبا بكم. إصابة 4 عناصر من قوات الأمن والشرطة قرب مخيم المحمدية في جنديرس شمال حلب جراء انفجار اسطوانة غاز أثناء استخدامهم مدفأة الغاز. استمرار انقطاع شبه تام لشبكات الانترنت في منطقة إدلب وريف حلب الغربي منذ الساعة 2 فجر اليوم السبت وحتى الآن جاء عقب ضعف وانقطاع متكرر. الدفاع المدني ينقذ الطفل عمر شواش بعد سقوطه في بئر عربي قديم بعمق 35 مترا على طريق الباب قباسين، حيث جرى نقله إلى المشفى لتلقي العلاج. قصد تشن حملة دهم واعتقالات في مدينة تل رفعت بريف حلب، طالت سكانا من المدينة وفقا لمكتب تل رفعت الإعلامي، وتعرضت ممتلكات المدنيين من ذهب وأموال للنهب خلال المداهمات. انفجارات في الفوج 405 التابع لسلطة الأسد قرب بلدة مجدل غرب السويداء أدت إلى انطلاق عشرات الصواريخ بشكل عشوائي صباح اليوم، وسقطت بعض شظاياها في بلدة المجدل والقرى المجاورة وفق موقع السويداء 24. حرائق ما زالت مستمرة منذ يومين شملت مناطق واسعة في ريفي اللاذقية الشمالي وحمص الغربي، وسببت نزوحا كبيرا لسكان عدة قرى في ظل عجز سلطة الأسد عن تطويقها بشكل كامل.